طبعا دخول نادي المياه يعني اسم احمد الكاس زي ما اتكتب هداف الدوري 3 مرات، برضه دخول نادي المياه اتحطيت وسط الاساطير. طبعا شرف كبير قوي انك انت معلش في خلال مشوارك ده انك انت انا اسف يعني انك انت تعدي 100 هدف في ناس كبيره جدا واسماء كبيره جدا ما حصلتش يمكن ما يعني حتى في اللعيبه من الاهلي والزمالك ما حصلتش، فانا بالنسبه لي يعني كرم كبير جدا من عند ربنا يعني مهما قعدت احمد ربنا واشكره يعني مش هوفي حقه، لكن كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضك زمايلي سواء في الاولمبي او في الاتحاد او في الزمالك هم اللي ساعدوني ان انا ابقى موجود هنا، فانا طبعا يعني مش عارف اقول لك ايه لكن الحمد لله على كل شيء. معظم الجيل اللي اشتغل مع كابتن محمود الجوهري كله اتجه للتدريب عشان مدرسه الكابتن محمود الجوهري كانت مدرسه فريده، من واحد من ضمن النجوم دول برضو اللي اتجه لمجال التدريب كابتن احمد الكاس. انا بحب الكوره، انا اتجهت للتدريب عشان انا بحب الكوره، ما اقدرش ابعد عن المستطيل الاخضر. يمكن جالي عروض كتيره جدا ومن انديه كتيره جدا ان انا امسك مناصب اداريه او حتى مثلا من خلال النادي الاهلي تبقى مناصب اداريه، لكن انا حسيت ان انا مش حدي. مهم جدا يعني انا ليا فلسفه ان انا اهم حاجه انك انت ايه المكان اللي انت هتبقى موجود فيه تادي فيه وتنتج فيه، انما مش تروح انك انت مجرد انك انت تشتغل وخلاص. وفي نفس الوقت يعني انا لغايه وقت هذا بلعب كوره وبتمرن ومع اي فرقه بمسكها بتمرن معاهم واتمنى ان ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. لما كابتن احمد الكاس بقى بيقعد كده مع نفسه يسترجع الذكريات وهو صغير لسه داخل نادي الاولمبي مرورا بنادي الاولمبي الفريق الاول منتخب مصر المسيره الطويله دي، مين اللي الكابتن احمد الكاس عايز يقول له دلوقتي شكرا؟ انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، يعني هو الشكر لله سبحانه وتعالى اللي خلينا بقى كده، انما ربنا سبحانه وتعالى بيسخر بشر لخدمه الناس، فانا اذا كان الشكر فالشكر لله سبحانه وتعالى وحده، بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر كل زمايلي وكل المدربين اللي ساهموا في تدريبي، زمايلي اللي كانوا موجودين معايا سواء في المنتخب في الاولمبي في الاتحاد في الزمالك، بشكرهم جدا جدا، بشكرك يا كابتن اسامه انك انت معاك والاستاف اللي ورا الكاميرات ديت بامانه، يعني مش عايز اقول لكم يمكن احنا طالعين في الصوره هنا وبنتكلم لكن ورا مننا كادر كبير جدا 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 يجب ان احنا نشكرهم لان هم تعبوا قد ايه واقفين عشان نطلع الصوره الجميله ديت، فانا يعني الشكر لله سبحانه وتعالى للناس ديت واتمنى ان شاء الله باذن الله تقبل على خير ان شاء الله باذن الله. واحنا هنا جينا اسكندريه على شط اسكندريه البلد اللي انت بتحبها حبيبي. علشان نقول لك شكرا شكرا من القلب. كابتن احمد الكاس كان واحد من الفلاتات اللي جم في تاريخ الكره المصريه، جينا عشان نكرمك ربنا يخليك ونقول لك شكرا من القلب. ده انا اللي بشكرك جدا يا كابتن اسامه وبشكر طبعا للصف كله جميل قوي قوي قوي. اتفضلوا كل اصحابه حبايب الكابتن احمد الكاس اسكندراني اسكندراني الاصيل جايين هنا وسط اهلك واحبابك على شط اسكندريه عشان نقول لك شكرا. شكرا ربنا يخليك شكرا تشكر تشكر قوي الف شكر الف شكر. فرحتنا كتير مهما